نلاحظ لحد الآن أن dependency container إحنا عرفنا منه نسخة داخل fragment، وهذا التطبيق أكيد تطبيق خاطئ ما نريده. ليش ما نريده؟ لأن إحنا هسه نريد نستخدم dependency في fragment أخرى راح نحتاج نعرف منها نسخة. طيب شنو الشيء المشترك بين الفراجمنتات؟ أكيد الactivity اللي يسوي لهن hosting. فهل نقول التعريف مال dependency container إلى الactivity؟ هنا راح نجي نطرح تساؤل، زين لو البرنامج بي أكثر من activity نقله إلى الactivity ما راح يكون حل. طيب لو أكو activity واحدة وعندي background service أو broadcast receiver يحتاج في dependency معينة، لنفرض على مود يحصل في data معينة، فوين أني المكان المفضل حتى أخلي dependency container بحيث كل البرنامج يقدر يوصل لهاي النسخة الوحيدة من عنده. اليوم أحب أعرفكم عن شيء جديد، شيء أكبر من الactivity والfragment وأكبر أيضا من الباكground service والbroadcast receiver، شيء يشمل كل شيء، شيء إلى دورة حياة خاصة به، دورة حياة كاملة، مثل ما الفراجمنت إلى دورة حياة life cycle خاص بها، مثل ما الactivity إلى life cycle خاص به، وبالنسبة لباقي الكومبوننتس هذه إلها life cycle وهو الابليكيشن كله. يعني الاون كرييت لما يصير كرييت للابليكيشن سواء سيرفيس من عنده او الابليكيشن يشتغل، وما راح تنتهي دورة حياته الا ويا نهاية الابليكيشن. فاليوم حنتعرف على الابليكيشن كلاس. حتى نسوي ابليكيشن كلاس ويفضل انه يكون مباشرة بالباكج الرئيسي، راح اسوي كوتلين كلاس جديد وراح اسميه مارفل application مثل الاسم الابليكيشن يعني اللي انا مسوي ويا كلمه application. بعد ما صار هذا الابليكيشن جاهز راح اسوي extend لكلاس الابليكيشن اللي موجود ضمن باكج android.app اللي صار له امبورت حاليا. طيب الان لو تلاحظ انه تقدر تسوي override لكثير من الدوال مثل attach base context والى اخره، انت ممكن تطلع عليها. وأيضا أكو on create خاصة بcreate الابليكيشن قبل إنشاء activity أو أي شيء آخر، هذا راح تمثل لي life cycle الخاصة بالابليكيشن كله. وإذا أدخل شيء موحد وصل من أي مكان بالابليكيشن فأني راح أقدر أخليه هنا. أنا طيب لحد الآن عن الابليكيشن ما يعرف انه هذا الكلاس هو اللي حيمثل الابليكيشن ماتي وحيكون مسؤول عن اللايف سايكل ماتي. حتى خليه يعرف راح اروح الى المانيفست داخل تاج الابليكيشن ضمن الخصائص ماتي راح اضيف خاصية جديدة اسمها نيم. لو تلاحظ الاوتو كومبليت اف كل شيء وراح على هذا الكلاس لان هو اكستند لكلاس الابليكيشن. فهنا انا علمته انه كلاس المارفل ابليكيشن هو اللي يمثل لي هذا الابليكيشن الكامل اللي عندي اللي نشتغل عليه. طيب الان اللي راح اسويه انه راح انقل الديكلاريشن الى كلاس الابليكيشن. فراح نسوي val container وهذا راح يكون عبارة عن dependency container واللي هو راح يمثل لي الروت مال هاي تري اللي بداخلها راح ألقى باقي التفاصيل اللي تتفرع إلى ريبوزيتوري بداخل الـ API Service والمابر والريبوزيتوري. أيضا يحتاج الـ API Service تحتاج إلى Object من Retrofit والRetrofit تحتاج إلى HTTP إلى آخر بهذا الشكل. طيب الآن إذا أريد أسوي Access إلى Activity من الـ Fragment إيش راح أسوي؟ راح أروح أني إلى Fragment مثلاً home fragment وفي أي مكان أنا أقدر أكتب activity. لما نكتب activity بالحقيقة أنا دا أستدعي getter get activity موجود يعني كfunction موجودة ضمن class fragment، لكن بما أننا نستخدم kotlin فalready راح تنشال كلمة get ويبقى اسم property مباشر أقدر أوصل له. طيب نفس هذا الكلام في الactivity أنا عندي get application والget application راح تتعوض application. لاحظ مكتوب from get application اللي من خلالها راح أقدر أني أوصل للابليكيشن، ومن ثم أقدر أقول له dot وأستدعي أي شيء من ال functions أو ال variables الموجودة بي. راح أرجع أكتب لك كلمة application مرة ثانية. لاحظ التايب الخاص بها هو type application
وليس مارفل أبليكيشن. فدائما لما أحتاج أوصل شيء بداخلها يحتاج إنه أسوي كاست إلى الكلاس اللي أنا مسوي، ومن ثم بعدها أقدر أسوي أكسس على التفاصيل اللي موجودة بي، مثلا dot API sorry dot container على مود أوصل للكونتينر مال dependency. إذا بهذا الشكل أقدر أكسس. طيب لو أريد أسوي أكسس الآن على الابليكيشن من الفراغمنت، حتى أوصل للابليكيشن أنا ما عندي قدر هنا أجيب للابليكيشن، لكن بما أنه أنا عندي activity اللي هي راح تجيب لي الاكتيفيتي، وانا بما انه صارت عندي الاكتيفيتي موجوده فاقدر اجي اقول له ابلكيشن اللي هي الجيت مال ابلكيشن حقدر اوصل له، ومن ثم ممكن اجي اقول له اس مارفل ابلكيشن، وبعدها اخلي هذه الاقواس، واكيد راح اقدر دوت واوصل للكونتينر. بس انتبه انه هسه حاليا نول، ممكن تسبب لك كراش، ممكن تبدلها بريكواير اكتيفيتي. بالمناسبة يا أيضا راح تشيك إذا كان الله تسبب لك ثرو الران تايم إرر. إذا بهذا الشكل أنا قدرت أوصل إلى الكونتينر من أي مكان، والكونتينر صارت من عنده نسخة واحدة فقط تعرفت ويا بداية الابليكيشن، كأنما هو سنجلتون بس بدون ما استخدم السنجلتون الخاص بكاتلن. وأيضا أنا ذني يكون هنا عبارة عن فال، فهي نسخة واحدة بيها كل هاي السوالف موجودة مرة واحدة. وبهذا الشكل أنا وين ما أحتاجه أقدر أستعمله وأحذف هذا، لأن صار ما إلى فائدة بعد، وصار هذا المكان موحد أقدر أوصل من عنده الكل الديبندنسي. كل اللي سويناه راح يحتاج وقت طويل من العمل لما إحنا نجي نشتغل أبليكيشن حقيقي. حالياً عندي واجهة واحدة، ريكوست واحد، مابر واحد، وأمور قليلة طلبت من عندي، وفيو موديل وحده طلبت من عندي كثير من العمل حتى افعل الديبندنسي انجكشن. كل اللي سويناه بهذا الدرس والدروس السابقه هو مانوال ديبندنسي انجكشن. فاكيد جوجل راح تجهز لنا امور، واكيد اكو مكاتب وفريم ورك كات تسهل لنا عمليه الديبندنسي انجكشن، وهذا اللي حنتعرف عليه بالدروس القادمه ان شاء الله. على نهايه هذا الفيديو، شكرا للمشاهده.